مهم كتوقع جزئي بالنسبه للمباراه القادمه، انا كنشوف ان مهم المغرب ولكن بواحد الزيرو، ده هو التوقع ديالي رغم انها مباراه صعبه. شفنا ان جنوب افريقيا طاحت معنا في كاس في التصفيات المؤهله لكاس العالم وغلبتنا في يعني في العقر الدار، يعني بخصوص افريقيا يعني راه تبدلات الحاله ماشي بحال كاس العالم، سواء من ناحيه الحراره والرطوبه، يعني كنشوف ان الماتش غيكون قاسح وان شاء الله غادي تربح المغرب بواحد الزيرو. وهو اداء، شوف اداء نسبيا كيبقى انه مجموعه من العوامل ساهمت في هذا الظهور الباهت العناصر المنتخب الوطني، منها الاجواء، غياب المدرب. رغم ذلك اللي كيهم هو انه ربحنا، يعني واكدنا اننا يعني غاديين لهذا كاب، هاد لاكوب دافريك، غاديين بقوه وبحافزيه. يعني انه هناك بعض العناصر غابت الدقه امام المراه، امام المرمى. اللي كنشوف اولا هو ان المنتخب المغربي حقق الاهم، وخاصهم يخدموا على الجانب البدني اكثر، هادشي اللي هو اللي غادي يكون عامل حاسم في المباراه القادمه. وكذلك يعني شفنا ان وليد الركراي غير في التشكيله، وبرزونا لاعبين مثل السيباري، راه لاعب زوين اعطى اداء احسن من املاح، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. مهم اللاعبين عندك، بالخصوص احسن لاعب اللي كنشوف حاليا في المنتخب هو نايف اكر، يعني هو صمام الامام في الدفاع، وزيد عليها زياش. زياش شفنا الفرق في المباراه ديال الامس، ان زياش في الشوط الاول فاش كان باقي هو اللي عطانا يعني حلول، وبالخصوص ملي كتلقى هو وحكيم وناحي راه كيعطيهم واحد مثلث للرعب. يعني زياش وعندك نايف اكرد وبالاضافه الى حكيمي هادو. واما المهاجمين عندنا صراحه غياب الفاعليه امام المرمى، ولكن كنفضل انه يبداو بالنصيري في المباراه القادمه، لان النصيري كنعرفوا انه يقدر يضيع لك ويقدر يحسم لك المباراه في يعني في عرضيه ولا في غير في كره واحده يقدر يحسم لك المباراه. ونتمنى لهم التوفيق. السي وليد الركراكي، شوف السي وليد الركراكي راه قدم الشيء الكثير للكره المغربيه خاصه والكره الافريقيه عامه، وكنشوف انه هو طاح في واحد الغلط اللي ما خاصوش يطيح فيه، وان هذه غادي تكون له كتجربه في قادم الايام ان شاء الله باش يصحح هذا الشيء، انه ما يدخلش مع اللاعبين في مشاحنات يعني سواء ديال الخصم، لانه شوف العين عليك الان، يعني راه خاص يخدم شي شويه عقله. اما من ناحيه ديال الطاكسيك راه مدرب يعني عالمي، وخاصنا كمغاربه نثقوا فيه ونقدموا له المسانده يعني قلبا وقالبا، يعني راه مدرب صراحه انه باش تكلاسا في الرابعه عالميا يعني راه ما سهلاش، يعني ولا الان كل واحد كيضرب لك لحساب المنتخب المغربي. يعني هذا المدرب راه خاصنا نشكره، سواء يعني جبنا لا كوب دافريك وسواء فشلنا، يعني ما خاصش يعني ذاك الانتقاد اللي كيهدم، وانما غتكون واحد الانتقاد بناء، وحنا دائما يعني تايقين فيه وكنقول له شكرا لك، مزيان من التالق ان شاء الله ديما مغرب. في الحقيقه حنايا فرحانين بعدا بهذه النتيجه هذه اللي دار الفريق الوطني المغربي، واخا الجو ماشي هو هذاك، وكان الجو في اوروبا ولا كون في الدول ديال شمال افريقيا غادي يكون حتى المردود ديال الفرق غادي يكون مزيان، وحتى سيرتو الفريق الوطني المغربي. بخصوص المقابله ديال جنوب افريقيا، خصنا نردوا الثار ديالنا، لان اخر مقابله كنا انهزمنا معاهم بجوج لواحد، ودابا انا تفاؤل عندي تفاؤل، ولكن كنتظر بان المغرب غادي يربح واحد جوج الاصابات لصفر ان شاء الله. الاداء ديال المنتخب المغربي في المقابلات الثلاثه كان الاداء جيد، وكان الاداء رجولي ديال جميع اللاعبين. بالنسبه للمقابله الاخيره كان المغرب كان تاهل هذا، كان خصو غير يتاهل بصفته هو قائد المجموعه ديالو. كان حتى وليد الركراكي دمج واحد اللاعبيه اللي ما عمرهم لعبوا هذا، باش شويه وعاوتاني تمو يندمجوا مع الفريق الوطني المغربي، باش يكون تما عندهم الدور ديالهم في المقابلات المقبله ان شاء الله. بالنسبه لي انايا اللاعبين كلهم تمييزين، لان كلهم هادو اللي كونوا الفريق الوطني المغربي ما غنعرفوش بحالنا بحال الركراكي، ولكن كلهم تمييزين الحمد لله، كلهم الاداء ديالهم بارع تبارك الله عليهم. المدرب المنتخب في الحقيقه ظلموه، كان هذاك المنتخب ذاك الفريق اللاعب ديال الفريق الكونغولي هو اللي استفز الركراكي. الركراكي كان مشى غير باش يسلم عليه، والاخر راه شتمو وراه قال شي كلمات نابيه راه الناس كلشي عارفينها، ما كانش يقولها هو استفزو. ولكن اربعه ديال المقابلات باش يعطيو اربعه ديال المقابلات يعني
هذا ما راه بزاف حتى مقابله وراه ما خصوش يعطيوها له لانه هو مشى غير كيسلم على هذاك اللاعب هذاك هو اللي استفزو. لا ما كاينش دخل ما كاينش هو ما قال له حتى شي حاجه ولكن اللاعب الكونغولي هو اللي استفز ركراكي. آه في الحقيقه تبارك الله عليه راه هو ما جاش ودا احسن مدرب في افريقيا راه هو وزاحم حتى المدربين ديال العالم كاملين عن الطريقه ديالو تبارك الله عليه وكون فريق وطني ما عمرنا كنا كنحلموا به وما خير مثل على ذاك اللي كان في قطر وهو مازال كيأدي ديالو وهي الرتبه ديالو 13 في العالم راه ما سهلاش ورتبه الاولى في افريقيا ومع العرب تبارك الله عليه شرف العرب وشرف المغاربه اجمعين بحق هذاك هو الهدف ديالنا حنا كنا ما كرهناش الكاس ولكن المتمنيات ديالنا اننا الكاس نجيبوه ان شاء الله للمغرب باش عاوتاني تكمل الفرحه ديالنا وتزيد عاوتاني نشجعوا ونزيدوا عاوتاني شبان اخرين مازال عاد ان شاء الله يدخلوا للفريق الوطني المغربي. اترقب فوز المغرب ان شاء الله بحول الله. المهم نتيجه ما بين 1-0 و 2-1 ونتمنوا الخير ان شاء الله للمنتخب. المباراه بالنسبه للمباراه ديال ضد زامبيا الشوط الاول كانت رائعه كانت مقابله زوينه في الشوط ديال الاول. في الشوط الثاني تراجع نوعا ما ولكن كتبقى النتيجه هي التأهل وشكرا. ان شاء الله تمشيو هاد كاس افريقيا ممكن 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 ولما لا. شكون اللاعب اللي زاد فيهم انهم يقدروا يعطيو واحد الانجازات كبيره في المباراه؟ بالنسبه للمنتخب المغربي لي الثقه في جميع اللاعبين المغاربه بانهم يقدمون اداء رائع ويقدمون مستويات رائعه ان شاء الله بحول الله. وليد الركراكي مدرب بكل صراحه مدرب رائع مدرب سيريو كنقولوا نيشان مدرب ما معاش اللعب كما كنقولوا تلعب كره تبارك الله وتلعب كره سير في حالتك. افريقيا من المنتخبات القويه اللي معروفه على الصعيد الدولي ماشي عاد يعني معروفه قاريا يعني عندها القاب وعندها نجوم في الكره ماشي والمفاجئات لكندا كثيره لان هل بالنسبه للاصابات واحد يعني اني ربما اللي شفنا اكبر نتيجه كانت 4 ديال هذه ديال مع الكوت ديفوار ما هما المقابلات الاخرين كلهم 2-1 ان شاء الله ندوزوا بواحد راه كافيه. ما تنساش بان الرطوبه عاليه وافريقيا سخون الحراره كثيره هنا شفنا الناس قاعده في المدرجات الجماهير كيتصبوا بالعرق فبالحراره اللي كيلعب في وسط الطيران يعني انت دابا انا لانك انا ديجا كنت كنلعب الكره وكنعرف مثلا باش تلعب انت 90 دقيقه راه ماشي بسهل باش تلعب 90 دقيقه دابا اللي جالس في القهوه ودير رجع رجلو حط قهوه كيتفرج كيقول لك لا هذاك ماشي كوكو ادخل انت جري انت غير جلس حتى ذاك الدرجه ديال 50 ولا ديال الحراره وكنتمناو هذا اللي كتب كنتمناو باش تكون النتيجه ايجابيه بالنسبه للمنتخب المغربي و فيف الاسود وديما مغرب. المدرب عطى واحد الميزه كبيره او نقولوا واحد الدفاع بالنسبه للشباب الكويريا المغاربه بالخصوص مثلا بحال جاب زياش لان فاش كان هذا خيلو زويتش ولا سميتو هذا وحيد هذا كان بعد هذا ورغم ان هذه عارف كيفاش يجيو مع لان هو ديجا كويري والفاش كيكون الكويري ولد الميدان فما كتخافش منه لانه ولد المهنه وهذاك التقارب ديالو بينه وبين الدراري حتى هو كيعيط لهم غير الدراري كاينش ذاك اللعبه ديال خلى ذاك الانسجام بيناتهم عطاهم واحد الميزه اكثر باش ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. بصفتي استاذ ملم مجال التعليمي بالنسبه للمجال الرياضي وسبق لي انني درست الاساتذه التربيه البدنيه فاذا كان هذا المستقبل الظاهر الان اللي حنا واقفين عليه فهو الى يرجع الفضل يرجع الفضل ديالو للاساتذه فانا اقول ان ما يقوم به الاجيال هذا معبر لماضي وتراصبات يمكن كانت وراء هذا العطاء فان كانت المجتمع المغربي
الوفاء والتقدير ويقدرون لهذا الفريق الذي أعطى ما يمكننا أن لا يستهان به وعظم وكرم قيمة المغاربة. ولكن يمكننا أن نقول لرجل التعليم الذي كان من وراء هذا المنتوج وكان من وراء هذا الفضيلة، فهنيئا لرجل التعليم وهنيئا للشعب المغربي وهنيئا للفريق ديالنا، ونتمنوا له ان شاء الله انه لا ينال حظ الكاس كرمز ولكن ينال هذه القيمه المضافه اللي تتبني المجتمع وتبني صحه المجتمع. فنتمنوا انا خدمت المصلحه، انا استاذ قريت الاساتذه ومتداخل في علوم التربيه وقررت منهجية التدريس مواد التربية البدنية، وبطبيعة الحال الحمد لله في المواكبة ديالنا كان العمل جاد وكان العمل اللي عطى، فلا أحد ينكر هذه النتائج. فالوسيلة تبرر الغاية تبرر الوسيلة، فالحمد لله على هذه النتيجة. وحنا فرحين بزياش وفرحانين بحكيمي وفرحانين بالنخب اللي كان يرجع لها الفضل انها استعدت هنا في المغرب. اما هاد الثقل في الميادين والتجربه في ميادين الخارج بطبيعه الحال التهية الى بغى الانسان انه يزيد اكثر فاكثر يعرف اللغه ويعرف المسائل ديال الاجناس الاخرين. فالحمد لله ولادنا حنا لما كيمشيو كينسجموا كينفعلوا ورغم الاجواء وكيعطيو النتيجه اللي الحمد لله هي الان. انا شوف كل المغاربه رغم اننا نعيش ضيق ولكن اننا لا يمكننا ان نرمي بثقافتنا وبماضينا وعراقتنا عبر الحائط. فهذه الفرحة وهذه همة المغاربة ونحن فخورون بما وصل إليه المغاربة بهذه الصراحة التي أخرست القريب والبعيد. ونحن عندما نكون في أي مجال نفتخر بمغربيتنا وبماضينا وبتاريخنا، والدليل يدل على ذلك. قال لك اللي كذب يبعد جهوده. فالمغاربة الحمد لله نجحوا الرأي المغربي ونجحوا حتى البلد المنظم، ولكن ذكرونا باش الثقافة ديالنا. يحيا الشعب المغربي، يحيا صاحب الجلالة، ويحيا المغاربة كلهم. وشكرا لكم وهنيئا لكم بهذه الكلمات المتواضعة. الوطني كنا راه موجودين مزيان، ليكيب ديالنا موجودة مزيان، وغادي نجيبو ان شاء الله الانتصار في هذا الماتش ديال سيزيام الفينال، وغادي نتأهلو وغادي نجيبو لا كوب للمغرب ان شاء الله. لحقاش عندنا ايكيب تستحق هذا العام تدي لا كوب. مزيان عرفوا كيفاش يجيروا الماتش، المهم كان الانتصار ضروري انتصروا، واخا غياب كاع الكوتش ديالهم كان في المدرجات، المهم عرفوا كيفاش يجيروا الماتش، اللي مهم هو انتصروا. المنتخب المغربي هو احسن مدرب دابا حاليا في افريقيا، يعني تيعرف يجير لي سيتياسيون ديال ليكيب ديالو مزيان، حاليا قادرين يفوزوا. حاش عندنا الدراري كلهم تبارك الله كويريه ورقايقيه وتيلعبوا الكره مزيان. المغرب اخويا تبارك الله عليهم وفرحونا وفرحوا المغرب كامل، تبارك الله عليهم، نتمنوا لهم التوفيق اخويا ونتمنوا لهم النجاح. هادشي اللي بغينا. الله السيمانه الجايه كاين مقابله جنوب افريقيا، شنو كتوقع انهم يديروا؟ ضاربين ذاك الماتش ان شاء الله. شحال خصهم يضربوا؟ ونتمنوا يربح حنايا، المهم نتمنوا النجاح. اللي جا من عند الله تبارك الله سبحانه، المهم الرباح وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.